بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أزور بين الفينة والأخرى الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في مكان إقامته في الرياض، وهو من أساطين العلم والفكر والثقافة في العالم العربي، ويقرأ شيئا كثيرا، ولا أذكر أنني أهديته شيئا في حياتي كان أكثر فرحا به من إهدائي له كتاب تاج العروس للزبيدي رحمه الله تعالى، طبعة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت التابع لوزارة الإعلام. أرأيتم كيف يكون الطفل حينما يجد هدية جميلة تهدى إليه؟ كان الشيخ رحمه الله تعالى هكذا، وكان يري من حوله هذا الكتاب بهذه النسخة الفاخرة ويقول: هذا من أجمل ما أهدى إلي لجودة تلك الطبعة. لو سألت أي مثقف في العالم العربي ماذا تعرف عن الكويت؟ قال: أعرف عن الكويت مجلة العربي ومجلة عالم المعرفة، أعرف عن الكويت تلك المعارض الرائدة التي كانت تقيمها في السبعينات والثمانينات، أعرف عن الكويت ذلك الجيل الهائل من أركان الثقافة والأدب، أعرف عن الكويت أنها كانت تستقطب أعمدة العلم والفكر والثقافة في العالم العربي، فيستفيد الكويتيون والمقيمون على أرضها منها. هكذا أعرف عن الكويت. الكويت يا سادة تلك البقعة الجغرافية الصغيرة الواقعة في طرف الخليج العربي، الصغيرة في مبناها الكبيرة في معناها، تعد من أشهر بلاد العالم العربي بل والعالم كله في الحرص على نشر الثقافة، ومن يقرأ في تاريخ الكويت يعلم ذلك تماما دون تعصب مني للكويت وتاريخها. هكذا نعرف، وهكذا تكلم كل من جاء إلى الكويت، وهكذا تكلم كل من كتب عن الكويت ممن لم يزر الكويت أبدا في حياته. الكويت يا سادة لو جئنا فقط إلى سنة 1958 لوجدنا كيف أنها استقطبت أرباب القلم في العالم العربي، فأنشأت مجلة العربي على يد الأستاذ أحمد زكي رحمه الله في سنة 1958، ولم يبقى مثقف عربي إلا وهو يقرأ هذه المجلة، والتي ما زالت إلى يومنا هذا تصدر وينتفع العالم من كتابها. في سنة 1975 تقدم جماعة من أرباب الفكر والثقافة الكويتيين بطلب لولي العهد آنذاك سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى بضرورة إنشاء كيان يعنى بالفكر والثقافة والآداب على مستوى العالم العربي، فاستحسن الفكرة وأصر رحمه الله تعالى أن يكون ذلك الكيان تابعا لمجلس الوزراء حتى يكون تحت عينه ويتلقى دعمه الكريم منه. وبالفعل أنشئ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على بإدارة ودعم كثير من الكويتيين المعنيين بذلك، ومنهم أول رئيس له وهو أحمد مشاري العدواني رحمه الله تعالى، ثم تناوب على إدارة هذا المجلس جماعة من الأدباء الكويتيين منذ سنة 1975 إلى نهاية الثمانينات الميلادية، وهو تحت مجلس الوزراء. في أواخر الثمانينات الميلادية رأى جماعة من المشرفين على هذا الكيان أن الكيان بدأ يضعف ويفقد بريقه، ومنهم الدكتور فاروق لعمر حفظه الله تعالى، ورأوا أنه من الضروري أن يتحول هذا المجلس من مجلس الوزراء، وكان المسؤول عنه في ذلك الوقت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وكان الوزير في ذلك الوقت هو الوزير ضاري العثمان، وطلب من سمو ولي العهد آنذاك الشيخ سعد العبد الله رحمه الله تعالى بضرورة نقل هذا الكيان من مجلس الوزراء إلى وزارة الإعلام لينطلق. ومع تردد من الوزير ضاري العثمان وإصرار من الدكتور فاروق لعمر، ولأن المصلحة تقتضي ذلك، تم نقل هذا الكيان. وقد حرص الدكتور فاروق لعمر أن يستقطب أولئك المؤسسين الذين عنوا بإنشاء هذا المجلس وواكبوا تطوره، أمثال أحمد مشاري العدواني وعبد العزيز حسين رحمهم الله تعالى، والدكتور خليفة الوقيان حفظه الله، وجماعة من أرباب الفكر والثقافة من الكويتيين، فاستقطبوا الناس وبدأوا بمسيرة جديدة لم يكن أمرها مقتصرا فقط على الثقافة والفكر، وإنما تعدى ذلك
ألوانا أخرى من ألوان الفنون وغيرها، فإدارة المسرح تتبعهم، وإدارة المتاحف تتبعهم، ومعارض الكتب تتبعهم، وعالم المعرفة يتبعهم، ومجلة العرب بعد ذلك تتبعهم، وغير ذلك من الإدارات، ومنها جائزة الكويت التقديرية، والتي انطلقت في ذلك الوقت وبدأت تستقطب الكويتيين ليعبروا عن مشاركتهم الأدبية والثقافية والفنية، فصارت الكويت رائدة في ذلك. استفاد المثقفون العرب ودور النشر العربية من مساحة الحرية المتاحة في الكويت، لا سيما مع انطلاق المعرض الدولي للكتاب الأول في الكويت وإلى يومنا هذا. واستفادوا أيضا من الرعاية الحكومية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والدعم السخي المالي من وزارة المالية ومن وزارة الإعلام ومن مجلس الوزراء ومن غيرها من قطاعات الدولة، واستفادوا من الرعاية الكريمة التي يشرف عليها وزراء الإعلام عبر هذه المسيرة، واستفادوا من الكوادر الموجودة التي كانت تدير هذا الكيان الكبير، والذي استطاع بحمد الله أن يسير سيرا ويخطو خطوا حثيثا نحو المجد، حتى صارت الكويت وما زالت رائدة من رواد الثقافة في العالم العربي. من أجمل إنجازات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ذلك التواصل الحضاري بين مشرق العالم العربي ومغربه. فالدكتور فاروق لعمر على سبيل المثال عني عناية كبيرة بإقامة الأسابيع والمهرجانات الثقافية في الجزائر وفي المغرب وتونس، وكان حريصا على ربط مشرق العالم العربي بمغربه، واستفاد المغاربة أيضا من تلك الدعوات التي كانت توجه إليهم لحضور الكويت والمشاركة في مهرجاناتها والاستفادة من علومهم، حتى حقق الكويت في ذلك إنجازا يصعب الكلام عنه. وفي مشروعي في فهرسة تاريخ دول الخليج العربي، من فهرسة مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية والصحف والمجلات وكتب الرحلات العربية والأجنبية، وفهرسة المصادر التاريخية وكل ما يتعلق بتاريخ الخليج العربي، وأثناء بحث إلكتروني سريع كتبت المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، فرأيت ذلك الاحتفاء من أرباب الثقافة في العالم العربي، وتلك القامات العلمية التي كان الكويتيون يحرصون على دعوتهم للمشاركة في المهرجانات التي كان يقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فشعرت حقيقة بشيء من النشوة والفخر العظيم الذي بناه الأولون وسار عليه الآخرون. ولذلك أوجه عبر هذا المقطع السريع رسالتين للإخوة الكرام القائمين على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الوطني للثقافة والفنون والآداب. فهناك بحمد الله الكثير من الكوادر الموجودة في المجلس وخارج المجلس، من المهم جدا أن توثق هذه المسيرة، وأن يتكلم عن المجلس من استفاد من تلك الجهود الثقافية التي كان يقيمونها. والأمر الثاني أن يبقى المجلس الوطني كما كان من قبل منبرا من منابر النور والهدى في العالم العربي، ومشعلا من مشاعر الثقافة والفكر، وأن يبقى معرض الكتاب الدولي للكتاب كما عهدناه منارة علمية وملتقى للمثقفين العرب، وأنتم أهل لذلك.